اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل إيجاد الموقع على تطبيقكم فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سجل النشاطات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المعلومات مسجلة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموقع. سوف تجد المعلومات الصلة بمواقعكم. بهذه الطريقة بموقعك، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.